السلام عليكم. اليوم مع وصفات ام وليد هنعطيكم واحد الوصفه خفيفه تحليه اللي هي لاموس بالشوكولا والجبن. هذا الفرماج مثلثات يعني مالح عادي، ذوق تاعو مالح لكن مش راح يبان في التحليه تاعنا، بالعكس الحلاوه تاع الشوكولا والسكر هو اللي راح يغلب الملوحيه تاع الجبن، وراح يعطينا واحد الطعم روعه للتحليه تاعنا. ثلاث حبات تاع فرماج بورسيون مثلثات، نحتاج زوج مغارف كبار تاع السكر، طابليطه تاع الشوكولا نواغ يعني 100 غرام فيها طابليطه واحده، ونحتاج علبه تاع لا كريم فريش 20 سنتيلتر تاع الحلويات، دائما تصيبي فيها 35% ماده دسمه، يعني كي تصيبي هذا الرقم عرفي باللي تاع الحلويات، تصيبي نسبه الدهن اقل من 35% عرفي باللي يعني ماهيش خاصه بالحلويات، خاصه بالطهي. اول حاجه نديرها اني ندوب هذا الشوكولا على حمام ماء، يعني ندير كسرونه ماء بارد، نحط الشوكولا تاعي في كسرونه ثانيه ونحطها فوق نار قليله، ونبقى نخلط بالمغرفه حتى تذوب لنا الشوكولا. اذا ندوب الشوكولا تاعي نعاود نرجع لكم. اذا في الوقت اللي الشوكولا تاعي راهي تذوب نحكم لا كريم فريش تاعي، يعني والله انا نفضل نشري هاد لا كريم فريش دير 70 دينار 7000، ولا نشري بودره الشونتيي، يعني هذا كاقتراح فقط، يعني حتستقام لكم نفس السومه لو كانت تستعملوا بودره الشونتيي، بالعكس هذه تجي بنينه على الاخرى. لكن اللي ما عندهاش تقدري تستعملي نص كاس تاع بودره الشونتيي مع نص كاس تاع الحليب، وهنا يعني تنحي السكر، ما تستعمليش السكر لانه بودره الشونتيي تجي حلوه. اذا هنا واش ندير؟ تبعوني مليح. اللي ما عندهاش ما صابش لا كريم فريش ليكيد، واش دير؟ شري لابودر تاع الشونتيي، دير حوالي نص كاس مع نص كاس تاع الحليب يكون بارد ولا الماء، وتستغنى عن السكر. لكن انا هنا راح ندير السكر لانه لا كريم فريش تاعي ماهيش حلوه، ندير معاها هذاك السكر. الشوكولا تاعي راه يدوب في حمام مائي، ونطلعها على شكل كريمه. اذا هنا كريمة الشونتيي تاعي راهي طلعت، فقط لا كريم تاع الشونتيي لازم تكون بارده قبل ما تطلعيها. نزيد عليها دوك ثلاث حبيبات تاع الفرماج، الفرماج لازم يكون درجه حراره الغرفه، يعني جبتيه من قبل مثلا اليوم راح ديري التحليه تاعك جبديه الصباح والحشيه خدمي به باش يذوب لك تمتم، ونخلط. اذا هنا ها هي الشوكولا تاعي ذابت لي، كيما قلت لكم ديروها فوق النار قليله وخلت تذوب في خاطرها، بقاي تخلطي حتى تذوب لك مليح. الكريمه تاعي اللي كانت طلعت ها هي، يدرنا لها جبن مثلثات، ونبقى نزيد غير بشويه في الشوكولا وندخلها المغرفه فقط في هذيك لا كريم شونتيي. لكن اللي يديروا الريجيم ما ننصحهمش بهذه التحليه لانها يعني معمره بالسعرات الحراريه، لكن بنينه. إذا ندير كامل الشوكولا، لكن ما فيهاش ازعاج، نضربوا شويه فقط منها ونخلط مليح. ندخل هذيك الشوكولا ها هي لاموس تاعنا واجده، هذاك الجبن يعطيه يعني كنت عملت لكم من قبل، لكن هذه الوصفه تاع اليوم زايد فيها الفرماج، يعطيه واحد البنه يعني ماش تحرفي انه فيه الفرماج مالح، مش راح يبان تماما. اذا بهذه الطريقه نخلطو مليح، اذا هنا ها هي لاموس تاعي، نعمرها في الكيسان، تقدري تستهلكيها مباشرة كيما تقدري، ديري تخليها تبرد لك مليح في الثلاجة، كيما تقدري ديرها في اون بوشادوي يعني، وتخدميها تجيك احسن يعني اللي يحبوا الديكوراسيون. اذا راح نكمل نعمرها في الكيسان تاعي ونعاود نرجع لكم فيما بعد ان شاء الله. اذا التحية نهار اليوم ها هي امامنا، بنينه بزاف هاد التحليه، نتمنى انكم تجربوها. زينتها فقط قطعه تاع الشوكولا بشويه تاع السيريز هذا باش نكسرو فقط الالوان، ونزيد ندلها شويه تاع صوص شوكولا بهذه الطريقه،
ونقدموها بارده. جربوها بنينه بزاف، والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده، والى اللقاء.